السلام عليكم. المهم جيناكم اليوم لواحد الحي اللي ما عمري صورته لكم. واحد الحي اللي كيعرف واحد النوع من العشوائيه وعدم النظام كما كتشوفوا معايا هنا. هذا الحي هو حي الفرح. حي الفرح هو واحد الحي ديال اللي كان الهدف ديالو هو اعاده اسكان دوك الناس اللي كانوا ساكنين في دور الصفيح في مدينه اكادير. جاو سكنوهم هنا عطاهم بقع ومبنى. ولكن هذا الحي هذا كيعرف مجموعه من المظاهر ديال الفوضى. غادي نوريكم واحد المظهر من المظاهر دابا غادي تكتشفوه معايا. بقاو معنا الله يرحم الوالدين حتى تشوفوا هذا الفوضى اللي كاينه هنا في هذا الحي هذا. ديري هنا السويقة وسط الشنط شتي الفوضى اللي كاينة هنا. احتلال صارخ للملك العمومي بدون حاسب أو رقيب. مازالني مرة الجمعة راه القضية شوية ساكتة. شوفوا معايا هنا المهم راه الصورة تعبر بلا ما نقول لكم اش كاين. أنا اللي كيبقى فيا أنا هما السكان المساكن اللي ساكنين هنا ما غاديش يشوفوا النعاس. الناس محتلين الأرصفة شادين هنا بدون حسيب ولا رقيب. هادشي اللي بغيت نصور لكم اليوم في حي الفرح. كاين فيه شي زناق نقيين ولكن هاد الشارع هذا واكلين الدق الناس واكلين فيه الدق صراحة. وهاد حي الفرح راه مجاور لحي السلام مجاور ليه. شتيها كيجي من هنا كيفرج ما عندوش كاع الحق وكيجي كيحط ما فهمتش انا مراقبة ما كايناش. هاد الحي هذا راه فيه تقريبا شي واحد المدرسة هنا كيبنيوها فيه. دابا نجي نصورها لكم. هاي مدرسة ابتدائية دابا نجي نصورها لكم. انا غنجي نصورها لكم ان شاء الله اما هاد السيمانة ولا السيمانة الجاية الا بغى الله. كيما كتشوفوا معايا هذا هو حي الفرح. كنا في الوسط ديالو دابا هذا هو فوق ديالو. هادشي دابا كلشي محسوب على حي الفرح ولكن هو راه مزادي مع حي السلام. دابا نوريكم كيفاش مزادي مع حي السلام. يعني هنا كاينين العمارات كما كتشوفوا معايا العمارات. هنا كاينين الدور. هذا دابا حي الفرح. هذا دابا هاد لابارتي هادي دابا حي الفرح. هنا كاين الإقامات. هنا كاين الإقامات. هاد لابارتي فيه الإقامات وهاد لابارتي فيه الديور. إذا ها هو لفان ديالو دابا هو هذا آخر بلاصة دابا في حي الفرح هي هادي. دابا هنا فاش كندخلو في حي السلام. صافا الخوت